بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، وصدق علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، وصدق الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أجمعين، وصدقت الأئمة التسعة من ذرية الحسين عليهم السلام أجمعين، وصدقت الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، لا مغيرين ولا مبدلين، مقرين غير جاحدين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وأوصل اللهم ثواب ما قرأنا وأجر وبركات ما تلوناه من كتابك العزيز المنزل على لسان نبيك الرسول، هدية واصلة وتحفة شاملة ورحمة نازلة إلى روحي وضريح سيدنا ونبينا محمد المصطفى، وإلى روحي وضريح سيدنا ومولانا علي المرتضى، وإلى روحي وضريح مولاتنا فاطمة الزهراء، وإلى روحي وضريح الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وإلى أرواح وضرائح الأئمة النجباء صلوات الله عليهم أجمعين، وإلى أرواح وضرائح الأنبياء والأوصياء والصالحين والشهداء، وإلى أرواح شهداء قريتي العكر والمعامير، ولا سيما شهيدنا الغالي الشهيد حسين شرف. اللهم اجعل في قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور والكرامة والحبور والمسك والكافور والولدان والحور، انقلهم اللهم من ضيق القبور إلى سعة الدور.